اليوم إن شاء الله سيتم افتتاح ملحقة للكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة مولاي سليمان سلطان مولاي سليمان في إطار واحد اتفاقية اللي تم إبرام ديالها ما بين جمعية ديال العمل الاجتماعي لموظفي وعوان وزارة الداخلية ورئاسة الجامعة اللي من خلالها وضعنا يعني بعض المرافق ديال المركز الاستقبال والندوات الازيلال رهن إشارة ديال الجامعة لإحداث هذه النواة ديال الجامعة لمدة 3 سنوات في انتظار بناء الكلية يعني في انتظار بناء نواة لهذه الكلية إن شاء الله اللي غادي تبدأ انطلاقا من هذه السنة حيث أن يعني دات واحد اتفاقية شراكة ما بين الجامعة وزارة ديال التعليم العالي والجهة والمجلس الإقليمي بواحد التكلفة تقريبا ديال 100 مليون درهم واللي وغتنطلق ان شاء الله الدراسات هذا العام في اخر السنه وان شاء الله يعني صفقه الاشغال غادي تبدا ان شاء الله في بدايه 2022 وهذه النواة ان شاء الله راه يعني واحد مكسب للازيلال حيث غادي تقرب يعني غادي تقرب الجامعه للطلبه ديال ازيلال وغتفتح لهم افاق وغادي ان شاء الله يعني تساهم في الحد من الحاضر الجامعي خصوصا لدى الطالبات. وجدوا اليوم بإقليم أزيلال لإعطاء انطلاق نواة الجامعية بهذه المدينة، أول نواة جامعية، لأن الجامعة حاضرة في 4 أقاليم، وهذا هو الإقليم الأخير اللي غنديروا فيه نواة جامعية. فهاد النواة غادي تبدأ في واحد المقر اللي أعطته الجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الداخلية، فهو هذا مقر الندوات ديال أزيلال اللي تعطى الجامعة لفترة 3 سنوات قابلة للجديد في انتظار بناء المؤسسة الجامعية، مؤسسة الجامعية اللي غادي تبنيها الجامعة بشراكة مع الجهة اللي كتساهم بقدر 20 مليون درهم في بناء هذه المؤسسة. فالوعاء العقاري تم الاقتناء دياله من طرف المجلس الإقليمي والمؤسسة سوف تنجز في هذا الوعاء العقاري اللي المساحة دياله 4 هكتارات. فاليوم أعطينا الانطلاقة لمسلك باشلور في علوم الإعلام والتواصل، لهذا أول مسلك اللي غادي يبدأ، وبطبيعة الحال ابتداء من دخول الجامع المقبل فهناك مسالك أخرى اللي غيتم الاعتماد ديالها والانطلاق الدراسة فيها بطبيعة الحال. فالحمد لله لأول مرة يمكننا نقوله بأن الجامعة حاضرة في الأقاليم 5 ديال الجهة، وهذا افتخار واللي غادي يسهل الدراسة بالنسبة للطلبة خاصة اللي كيجيو من أزيلال اللي هي منطقة جبلية اللي كيصعب على البعض منهم باش ينتقلوا حتى لبني ملال باش يتابعوا الدراسة الجامعية ديالهم. اليوم عندهم هذه الفرصة اللي يمكنهم يغتنموها، وغادي إن شاء الله نطوروا النواة الجامعية في السنوات المقبلة. شكرا. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.